طبعا الف مبروك، واحنا جايين كلنا نبارك له. النهارده وجودنا كلنا دليل على ان احنا اللي بيجمعنا حب نادي الزمالك، وببارك له ان شاء الله من توفيق لتوفيق باذن الله. طبعا يعني الواحد يتمنى ان هو يعمل ربع انجازات الكابتن حسن. في مصر في علامات معينه في كره القدم، من بعيدا عن اللعب في التدريب، انا في رايي ان اهم اتنين فيهم هم الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الجار الله يرحمه. وانا سعيد ان هو بيتكرم وهو على قيد الحياه يعني، وده يمكن اللي كابتن محمود الله يرحمه افتقده، ان هو يعني الناس ابتدت تكرمه بعد وفاته. لكن انا سعيد ان الناس بتتدارك اخطائها، والنهارده بنكرم رمز كبير من رموز نادي الزمالك اللي هو علامه من علامات نادي الزمالك كابتن حسن شحاته. لفته طيبه من نادي الزمالك النهارده. طبعا وهو ده المفروض يحصل على طول، لازم نتجمع على طول ولاد نادي الزمالك، لازم نتجمع على طول. والنهارده انا كنت سعيد ان انا شفت ناس كلهم ربوني وليهم يعني فضل عليا كبير جدا، كنت سعيد ان انا شفتهم النهارده، وباكد ان احنا لازم التجمعات وولاد نادي الزمالك لازم يتجمعوا مع بعض بشكل كبير.